اهلا وسهلا متتبعي القناه الكرام، نتمنى تكونوا بخير وباحسن الاحوال. الاسبوع اللي فات قدمت فيديو كنشرح فيه زخرفه دائريه ولقى منكم تجاوب واعجاب، شكرا لدعمكم ولتعليقكم. فبالتالي في هذا الاسبوع غنقدم لكم زخرفه جديده مع شرح وتوضيح. وهذه الزخرفه اللي كتشوفوا هي زخرفه بمجال غير منتظم، يعني ماشي دائريه او وسط مربع او ركنيه او داخل شكل هندسي معروف، وانما وسط مجال كيكون من تصميم مرخص. نتمنى تعجبكم الزخرفة وتتبعوا معي الشرح للنهاية. اولا غادي نبداو برسم حلزونة اللي هي اساس زخرفة التوليق، وغنخرج منها حلزونة اخرى في الاتجاه المعاكس باش تعطينا حلزونتين متعاكستين. بالنسبة للحلزونة الثالثة هنا بغيت تكون تلاحظوا معايا وتركزوا معايا كيفاش غادي نخرجوها. قاعدة كتقول اذا رسمنا مثلا سهم كيشوف الفوق غادي الفوق، اذا بغينا نخرجوا منه سهم اخر حتى هو خصو يكون كيشوف الفوق ولكن في الاتجاه الاخر، يعني الاول ماشي اليمين والثاني ماشي اليسار. بنفس الطريقه غادي نخرجوا السهم الثالث غيبقى حتى هو ماشي الفوق ولكن غيخرج حتى هو في الاتجاه الاخر المعاكس اليمين. اذا رسمنا واحد كيشوف لتحت فهذاك خطا، اذا هذه هي القاعده. نطبقوا هذه القاعده على الزخرفه ديالنا. كيف ما كتشوفوا الحلزونه السهم ديالها غادي لتحت، فغادي نخرجوا الحلزونه الاخرى حتى هي في نفس المسار ولكن في الاتجاه المعاكس. وبنفس الطريقه وبنفس القاعده كنطبقوها باش نزيدوا الوحدات المختلفه من ورود وبراغم واوراق، اي خاصنا نحطوها حتى هي في الاتجاه المعاكس للمسار اللي عندنا بنفس الطريقه اللي شرحنا. وبتطبيق هذه القاعدة غادي نكملوا وضع الوحدات المختلفة لتزيين الحلزونات وإكمال تصميم الزخرفي ديالنا. ومن بعد ما كنكملوا الزخرفة كنرسموا الإطار الخارجي اللي محيط بالتصميم ديالنا، وكنرسموا في نهاية الخط ديال التماثل العمودي باش عليه غادي نخدموا ونكملوا الزخرفه ديالنا. اذا كناخذوا الكالك كيف ما كتلاحظوا وكنعاودوا نرسموا الزخرفه ديالنا كامله. ومن بعد كنطويو الكالك كيف ما كتشوفوا من الجهه ديال الخط العمودي للتماثل، كنقلبوا الكالك وكنرسموا الزخرفه في الجهه المقابله. فهمي كنحلوا الكالك كيف ما كتشوفوا كيعطينا هذه النتيجه النهائيه. وطبعا غادي تكون عندنا اضافات في هذه المرحله، غادي نزيدوا مثلا تحليات وشرفات ورود، وطبعا نعمروا بعض الفراغات اللي كتبقى. اذا باقي المسالينا دابا عاد غادي ندوزو ناخذ الورقه اللي غادي نخدموا عليها الزخرفه. اذا شنو كنديروا، كناخذوا هذا الكالك اللي رسمنا فيه الجهه اللي مرسوم بها في القلم هي اللي كنحطوها على الورقه، وكنعاودوا نتراسيو بالقلم عاوتاني كل شيء. مي كتحيد الكالك كيف ما كتشوفوا كتبان الزخرفه مطبوعه على الورقه، ما كتبانش واضحه 100% ولكن الدرجه اللي ممكن اننا نبداو فيها التلوين، يعني كتكون واضحه شويه. واذا كانوا بعض المواضيع اللي شويه باقي ما واضحينش فكنعاودوا نتراسيوهم ونخططوا عليهم باش نبداو المرحله ديال التلوين. بالنسبه لمرحله التذهيب كنستعمل لوكر اكريليك كيف ما كتشوف، وغادي نبداو بتلوين الأوراق واللفائف والحلزونات باللون الذهبي. أما الورود الصغيرة والوريقات الصغيرة والبراعم فهذه كنخليوها المرحلة اللي غادي يكون عندنا فيها تلوين بالألوان المختلفة. بالنسبة للمرحلة التالية اللي هي مرحلة التحديد، ممكن أننا نستعملو قلم الغوترينك. مثلا هنا انا استعملت 0.2، يعني قلم 0.2 ملم كيف ما كتشوفوا، فهو يعني رقيق بزاف، يعني يلاه كيقدر تقدروا تشوفوا يعني بحال راس ديال الابره. وطبعا بهذه الطريقه غادي نبداو التحديد باش من بعد كتكون عندنا مرحله التلوين كيف ما شفتوا في الفيديو السابق.
بالنسبة لمرحلة التلوين كنقسموها لمرحلتين. المرحلة اللي كنلونو فيها الطبقة الأولى اللي كيكون فيها الورود صغيرة والوريقات، والمرحلة الثانية اللي هي تلوين ديال الخلفية. وكيف ما شفتو كنستعملو فرشاة صغيرة جدا، مثلا بقياس 0.0. اذا في الطبقه الاولى كنستعملوا الوان اللي كتكون درجه ديالها خفيفه بالمقارنه مع الالوان اللي غادي نستعملوا في الخلفيه كيف ما كتلاحظوا، باش كيكون عندنا واحد التباين ما بين الالوان. وطبعا الالوان اللي كتكون في الطبقه الاولى كتخرج وكتبان في المقارنه مع الالوان ديال الخلفيه. واخيرا نتمنى ان يكون وصلت لكم طريقة تصميم هذه الزخرفة بشكل بسيط وبطريقة واضحة وسهلة، ونتمنى كذلك ان الزخرفة تكون عجبتكم واختيار الالوان كذلك يكون عجبكم. وشكرا جزيلا على حسن المتابعة وعلى المشاهدة، ولقاكم ان شاء الله في فيديو مقبل. دمتم في حفظ الله ورعايته، تحياتي الطيبة.